أهلا وسهلا بكم معنا في شرح نبتة الفريبيون أكليل البرية، نوع نبات يتبع جنس الفريبيون من فصيلة اللبنية. تم وصفه هذا الأول مرة من قبل بواسطة بيتر فيركسول. تنتشر الموطن والانتشار في شرق وجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط من بلاد الشام إلى مصر والمغرب العربي وتركيا وبعض الأجزاء الأوروبية. ينمو نبات صحراوي بعد هطول الأمطار في المستنقعات والأودية، كثيرا يشاهد إلى جانب الطرقات. نبات شوكي أوراق مسننة فضية، البعض منها يميل الوردية، الأوراق شحمية شبه شحمية، الأزهار صفراء. يضم حوالي 2160 نوعا من أنواع النبات. أغلب النباتات عصارية. النبات بشكل عام يفرز لبنة أو حليب سام. تشترك الفريبيون في ميزة وجود نص حليبي أبيض يشبه اللاتكس وهيكل جوهري من نوعه على شكل سام. لم نجد كثير من المعلومات على هذه النبتة. تم إضافتها مؤخرا إلى مجموعة الفريبيون. لا تنسوا الاشتراك وعمل لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام.